مصر خرجت من القائمة السوداء اللي كانت محطوطة فيها طبقا لمنظمة العمل الدولية. ليه؟ عشان مناخ العمل الآمن. عندك قوانين عمل جيدة أو على الأقل بتتطور. معانا على التليفون سيادة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا يوسف، بيه ازي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام، تحياتي لحضرتك تحياتنا ليك يا فندم. فريق العمل مع سيادتك وجميع مشاهدي التلفزيون المصري. الله يخليك يا سيادة النائب، معلش طولت على حضرتك بس مهم ان حضرتك برضه تشرح لنا قصة القائمة السوداء. انا كنت عامل اصلي مقارنة بسيطة جدا جدا ما بين قوانين العمل في مصر وقوانين العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، فاحنا ثلاث ارباعنا لو راح يشتغل في أمريكا هيروح بكرة. لا لا لا، احنا والله المصريين، ده انت لسه بتقول ارفع راسك انت مصري. ما انا بقول عشان كده ان احنا عندنا قوانين عمل اقيم بكتير واقوى بكتير من اللي موجودة في أمريكا. فعلا، بس انا يعني حابب الاول يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا عايشين معانا في اللي حضرتك بتقوله. اتفضل يا فندم. منظمه العمل الدوليه ديت وهي احد مؤسسات تبع الامم المتحده. ايوه. تعقد مؤتمر سنوي، مؤتمر العمل الدولي، بيمثل فيها 186 دوله عضوه فيها على مستوى العالم. واخد بال حضرتك؟ المؤتمر ده بينعقد لمناقشه قضايا العمال ومدى تطبيق البلدان العضوة داخل المنظمة بمعايير العمل والاتفاقات الدولية. حلو. في لجنة داخل المنظمة دي أهم وأبرز لجنة، لجنة المعايير. حلو. لجنة المعايير دي بتدرس، بتكون برضو من مين؟ من مجموعة من أعضاء منظمة العمل الدولية في مجلس إدارتها وجميع خبراء ومستشاري على أنحاء العالم، وبتتعامل بحيادية مع الملفات اللي موجودة قدامها بالنسبة لكل بلد على مستوى العالم. جميل. إحنا خروجنا الناس دي لما خرجتنا ما بتجاملش حد. شايفه واقع فعلي داخل مصر ومنظومه عمل بتتم مشاركه فيها جميع المؤسسات الوطنيه داخل مصر علشان توفر مناخ زي ما حضرتك قلت، مناخ عمل مناسب وملائم. عشان تبعت رساله للمستثمر الوطني والاجنبي ان سوق العمل اللي موجود في مصر سوق امن، والعامل المصري صاحب المهاره ملتزم، وان مصر بتنفذ ما جاء بجميع الاتفاقات الدوليه اللي عقدتها. مصر عقدت حوالي 67 اتفاقيه دوليه. حلو. الاتفاقيات الدوليه دي جاءت التشريعات المصريه اللي حضرتك بتقول عليها بتتوافق مع هذه الاتفاقات الدوليه. اخرها احنا عندنا قانون العمل اللي تم الانتهاء مناقشته في مجلس الشيوخ والان موجود في مجلس النواب، وان شاء الله هيناقش في مجلس النواب خلال الفترة الجاية دي. وفي جميع أي قصور كان موجود في قانون العمل السابق تم تداركه في قانون العمل الحالي. كويس قوي. دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا سيادة الرئيس كان أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حط من ضمن محاورها وتحدياتها العمل والتنظيم العمالي. دي حاجة. الخطاب اللي ألقاه سيادة الرئيس في فبراير الماضي الموجه الى منظمه العمل الدوليه بمناسبه المنتدى العالمي للتعافي من كورونا، اللي شافه العالم كله بيوري قد ايه احنا القياده السياسيه والحكومه المصريه مهتميه بالعمل المصري والظروف وبيئه العمل اللي بيشتغل فيها، وازاي تحقق له امان وظيفي بيحفظ له حقوقه كعامل وبيحفظ لصاحب العمل حقوقه برضه. فضلا عن احنا عندنا ملف العماله غير المنتظمه برضه، ده حاليا موجود في على مائده مناقشه الحوار الوطني عشان ندمج الناس بتاعه العماله غير المنتظمه ديت الى سوق العمل الرسمي ان شاء الله. بالاضافه ان برضو ان في فتره جائحه كورونا شفنا ان كانت توجهات القياده السياسيه ازاي للحكومه بان الناس دي لابد من مساعدتها لما تضرروا من هذه الجائحه اللي راحت العالم كله. حصل. الحاجه الاخيره، احنا عندنا الدور انتخابات نقابيه عماليه. مظبوط. هذه المرحله وانتهينا من المرحله الاولى منها. احنا متشافين يا استاذ يوسف سواء من منظمات مجتمع مدني داخل مصر او خارج مصر طبعا، ومنظمه العمل الدوليه اللي بتاخد مؤتمرها دلوقتي شايفه قد ايه الانتخابات النقابيه العماليه في مصر بتدور بشفافيه ونزاهه، وقد ايه وزاره القوى العامله بتدير هذا الملف بحياديه كامله ولا تتدخل، احتراما
لمبدا الحريات النقابيه اللي هي مصر وقعت عليه وتم ادراجه ضمن مشروع قانون 213 سنه 2017 لحق التنظيم الايه؟ النقابي. لو في حاجه في هذه الانتخابات النقابيه ما كانش لجنه المعايير قدرت تخرج مصر، احنا موجودين. هي المرحله الاولى خلصت امبارح مش كده؟ تيجي النهارده الناس دي تخرجنا من هذه القائمه، تاكد ان احنا عندنا انتخابات نقابيه نزيهه، عندنا تشريعات عماليه على اعلى مستوى بتحافظ على حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل، واحنا دلوقتي موجود عندنا هناك وفد مصري مشكل من الثلاثيه اصحاب الاعمال والعمال والمسؤولين عن الحكومات. طب عظيم جدا، هي المرحله الاولى في الانتخابات خلصت امبارح مش كده؟ المرحله الاولى في الانتخابات لا ده خلصت يوم 20. النهارده كام؟ احنا النهارده نتيجه انتخابات المرحله الثانيه المستوى المنظمات النقابيه اللي هي الادنى المستوى الادنى. عظيم. طيب انا بشكرك جدا سياده النائب، واتمنى ان احنا نتقابل هنا بقى في البرنامج مش في المجلس قريب، نحاول نتكلم شويه على منظومه قوانين العمل في مصر وانتم اهل لها، فمهم جدا ان احنا نقابل حضرتك ونتشرف بوجودك معانا في البرنامج. شرف لينا يا فندم، ونتمنى ان احنا نكون يعني ردنا بما فيه الكفايه عشان يعرف بس عمالنا واهالينا في مصر ان قد ايه الجهد المبذول اللي بتبذله الحكومه داخل الدوله علشان منظمه دوليه بتدير الملف العمالي على مستوى العالم كله تشيد بينا ان احنا عندنا بيئه عمل مناسبه ومتاحه لاي مستثمر اجنبي يجي يستثمر فلوسه. على فكره راس المال البشري ده ثلث عناصر الانتاج، لو عندنا راس مال ماده خام العنصر البشري ثلث عناصر الانتاج لأي مستثمر وطني أو أجنبي. عظيم جدا. عموما احنا لما هنقعد هبقى محتاج أكتر برضو إن أنا أفهم منظومة الشكاوى تدار إزاي، انظلم عامل بيتحرك إزاي، وفي إطار أنهي تشريعات، وإزاي يقدر يرجع بعد كده للنقابة أو للاتحاد بتاعه وما إلى ذلك. يعني عندي مجموعة كده من المحاور في ذهني محتاجين إن احنا نتكلم فيها. أشكرك مرة تانية سيادة النائب، كل الشكر ليك سيادة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري.